لانه فرصه حضرتك معايا يا سيد سفير نادر بعد اذنك. في خبر انا عايزه اطمن او اعرف اجابته من حضرتك بعد اذنك. الخبر من بلومبرج بالمناسبه هو على لسان مصدر حكومي. الخبر بيقول ايه؟ بيقول ان مصر بتدرس مقترح بتحديد اسعار الكهرباء كل 3 شهور او كل 6 شهور على غرار لجنه تسعير الوقود. بما انه من مصدر فيعني مهم ان انا اعرف من حضرتك الرد على هذا الخبر. لا 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 خالص، يعني ما ذكرتيه حضرتك نقلا عن هذا هذه يعني وسيله الاعلام ايا كانت، لا لا ده غير صحيح بالمره. انا باكد لك كمتحدث للحكومه لا يوجد حتى مجرد طرح لهذه الفكره. اليه التسعير التلقائي للوقود اليه لها ظروفها الخاصه و تناسب الوقود كسلعة، وكان أحد يعني هي أحد مخرجات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الاتفاق الأول أعني اللي هو 2016 وبرنامج الصندوق، وكان آلية مناسبة جدا لترشيد الدعم الحكومي للوقود. فدي تنطبق على الوقود فقط، لا يوجد لا حتى مجرد تفكير في تطبيق نفس الإجراء على الكهرباء مطلقا، يعني ولا مجرد التفكير ان يطبق هذا على الكهرباء. لا خالص، لا لا كل 3 شهور ولا كل 6 شهور ولا اي جدول، كل اي حاجه. هو الكهرباء لها اليه خاصه لتعديل اسعارها، وهي ان احنا كان الخطه ان احنا كل 6 اشهر بيتم التحريك، لكن طبعا نتيجه الظروف الاقتصاديه بيتم التحريك. هنا اعني تقليل الدعم تدريجيا على مدار فتره كانت محدده في الاساس ب5 سنين. أي. 5 سنوات، لكن طبعا تم مد هذه الفتره اكثر من مره، لان نتيجه ظروف الكورونا فيروس كورونا والظروف الاقتصاديه الصعبه اللي مرت بها مصر نتيجه الازمه الاقتصاديه العالميه تم التاجيل اكثر من مره. حتى الان اول تحريك المفروض يتم لاسعار الكهرباء بعد فتره الانقطاع من التغيير من التحريك يعني الاسعار. أي. هيكون في 1/7 القادم، 1/7/2023. نعم. وده هيكون يعني اول تحريك بعد سنتين من تثبيت الاسعار. تثبيت، نعم. اخر مره تحركت فيها اسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي كانت في يوليو 2021. فلما هتتحرك تاني وفقا لما هو مقرر حتى الان انها مفيش تحريك قبل 1/7. والكلام اللي حضرتك بتقول يا سيد سفير ده اتقال مسبقا، يعني مش لسه حاجه جديده تتقال. لا ليست مفاجاه، لا طبعا. زي ما حضرتك تم التاجيل اكثر من مره. نعم. مالي هذه المرات اللي تم التاجيل فيها وصلت لسنتين، لان احنا اخر تحريك كان في يوليو 21، لما تتحرك تاني في يوليو 23 هيكون معناه سنتين كاملتين. نعم. لم يتم التحريك. والميعاد اللي انا بقوله اللي هو 1/7/2023 ده موعد معروف للتحريك الاسعار للكهرباء. نعم. الزياده المقبله في الاسعار للاستهلاك المنزلي هتكون زياده يعني تدريجيه، طبعا مفيش زيادات كثيره. نعم. زيادات الطفيفه المعتاده. أي. لمثل هذه الحالات، لكن ما يتردد حول تطبيق آلية تسعير تلقائي لأسعار الكهرباء، بمعنى أنها تزيد وتقل زي ما احنا بنعمل في البنزين لما بيكون أسعار البنزين أسعار البترول عالميا منخفضة نقلل السعر، لما تكون أسعار البترول عالميا مرتفعة نزود أو نثبت بالظبط كده. لا لا، دي غير واردة بالمرة، غير واردة بالمرة تطبيقها فيما يخص الكهرباء، وليست مطروحة على طاولة الحكومة، ولم يتم يعني إجراء أي مناقشات بشأنها. فأنا بنفي ذلك تماما، وبأكد مرة تانية أن آلية تحريك أسعار الكهرباء معروفة ومتوافق عليها، وتختلف تماما عن آليات التسعير التلقائي للوقود. بالظبط كده. مهم قوي أن أنا سألت حضرتك السؤال ده وإجابة حضرتك والرد على هذا التساؤل في غاية الأهمية. بشكرك فندم، شكرا جزيلا.